نسقنا رؤية استراتيجية تنسجم مع جوهر المشاركة وليس مع نتائج المشاركة، مع حق شعبنا في اللوم والعتب والمرارة، ولكن التقييم والقرار من موقع الرؤية الشاملة للحدث اللي هو نتاج لجهد قاد إلى هذا المستوى المتطور، جهد شارك فيه الاتحاد بكل العاملين فيه، الأندية، القوى السياسية الفلسطينية، وكل مظاهر التشجيع اللي تلت كأس التحدي، مواقع إلكترونية، أنشطة، فعاليات، تكريم، جداريات، مهرجانات، أيضا التغطية والاهتمام الإعلامي، كل هاي المسائل خلقت بيئة، وهاي البيئة أسست إلى المشاركة اللي الهدف منها كان ثلاث اتجاهات. الاتجاه الأول له علاقة بالجانب السياسي، وإحنا الرياضة بالنسبة إلنا وسيلة لتحقيق أهدافنا الوطنية، ومن هون كان في هناك بعدا سياسيا لهاي المشاركة. الاتجاه الثاني اللي هو له علاقة بالتعاطي مع المكان اللي حصلت فيه هاي المشاركة اللي هو أستراليا، واللي قبل أيام ما اعترفت بفلسطين وبالعكس صوتت ضد فلسطين. فإحنا كمان كان في إنا رسالة وطنية بدنا نقولها للشعب الأسترالي ومن خلالهم للأمريكان ولغير الأمريكان، إنه يشوف الشعب الفلسطيني من خلال هذا المنتخب ومن خلال هذا اللاعب. والاتجاه الثالث هو اتجاه فني ورياضي، وأنا بعرف إنه الرياضيين كانوا فعلا يريدوا أن يحاكم المنتخب على النتائج الرياضية، وأنا بعتبر إنه هذا منطق، ولكن هذا منطق مجرد ومنطق محدود، لأنه تحقيق الأهداف الثلاثة ما كانش ممكن أن يتحقق بدون استمرارنا في المشاركة بنفس العزيمة، بنفس القوة، بنفس الاهتمام، وبنفس الإصرار على إنجاح عملية المشاركة لتحقيق أهدافها بالأبعاد الثلاثة اللي أنا تحدثت عليها. وعلى هذا الأساس أنا يعني تحملت والاتحاد تحمل بعض الملاحظات النقدية والعتب، وأنا بقول إنه محق على أداء المنتخب. شو الموضوع هذا الشيء، بس برضو كمان من حق وانتماء وانتمائنا لشيء، ولكن ما كنا هل إذا في شكوى أو في شكوى والاتحاد إنه إحنا بنقبل استقالة بين وكذا والآخر، وأنا بقول له مع إقراري بعدالة الاحتجاج المؤكد لكل الفلسطينيين إنه إحنا من جانبنا تصرفنا وراح نظل نتصرف